كان يعني في نوع من العداء الشديد للمرأة، وكأنه كل شيء يعني سيء في الحياة بيجي من خلال المرأة. نحن لا نمتلك جسدنا، أكره إني أنا أنثى. تبارك حكاية إن جسدك مشكلة دي في جميع مراحل حياتك. ليه؟ أي حاجة، أنت بت، أنت بت. يجيبوا العروس ويوقفوها ويقول للعريس تعال أقطع الرحت. تمشي صينية الغداء للرجال، بعد ما ياكلوا الرجال يجوا ياكلوا النساء والأطفال بعدهم، حتى بعد ذاك الكدائس والكلاب وكده يعني. أنشأت مسرح اللي هو أنا مقدر أقول على مسرح الزار. المرأة لما يكون عمرها 70 سنة تكون حاسة بأنه ماشية تموت وكده، تعمل عدل عشان تقابل رب العالمين بشكل جميل. فهي المحور بتاع العدل ده أساسا هو الرجل. To please تزعديه جنسيا. الرجل ذاته داير تعليم ومهارات في الحته بتاعت السكس، السكس ما تضيق بتاع المهبل. مدرسه الدايات لما تم انشائها في 1921 هي جات تسد فرقه ضخمه جدا. نميري كان دكتاتور وهتفت ضد النميري وهتفت في وشه وخاطبته مباشره. لاول مره النساء يتم اعتقالهم. الاتحاد النسائي لما جاء يتكون سنة 52 ويعلي إنه أول حاجة يوعي المرأة بحقوقها. المفتاح اللي فتح الباب التعليم أمام الحركة التحرر يعني. مليون سلام للأمهات اللي بيوتن بسنيناً، للبملوك للكون حنان والتشادة يتمركزاً. سلام للبيث بعد ضحن عشان خطر الوطن، للملهمات والبادر المتطوعة في المدارس والمكاتب والمشاغل والمصانع، في المنابر والعنابر والكنائس والجوامع، بين يديهن معجزات سلام. ثورة بتاعت مفاهيم، وثورة بتاعت وعي، وثورة قادتها النساء.